الساعة صارت واحدة، شو اللي فوتي يا بنت الحلال؟ لسه بدري، خليك عنا ساعتين ثلاث. ايش؟ ساعتين ثلاث. ساعة واحدة، شو اللي ساعتين ثلاث؟ تصير الدنيا فجر. طب ليه؟ يلا يا بنت الحلال روح، اروح هسه بدي ساعة كمان لما اوصل. خلاص طب خليك عنا ساعتين ثلاث. شو اللي ساعتين ثلاث؟ يعني ايش اضل الفجر الصبح واقوم اجري جليات مع امك من مرة؟ يلا عادي مش غلط. شو اللي مش غلط؟ خلص فوت. كلب انت. بس بعطيك نصيحة للي خاطب، لا تكثر الزيارة ولا تطول الزيارة عشان خطيبتك تصير تشتاق لك، عشان يكون في حماس للزواج، وعشان ما تكون غثيث صراحة. شو بتقول عمك قوم انت نام بدل مع خطيب؟ صح انها يعني زوجتك، بس انه ما يصير ترى، لا تصير غثيث. وتحية خاصة الى جميع امهاتنا ونسائنا الحرات الطاهرات العاهرات، عفوا الحرات الطاهرات. استغفر الله. إيه صدق والله صدق، تحس مخك في شيء يمشي.